استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي بذريعة دهس جنود إسرائيليين. الجيش الإسرائيلي يحذر من تصعيد أمني في الضفة الغربية إثر قرارات الحكومة قبيل الانتخابات. وانقطاع المياه في إحدى قرى النقب يعرقل توجه الطلبة إلى المدارس. استشهد فلسطينيان وأصيب 3 آخرون برصاص الاحتلال الإسرائيلي بذريعة دهس جنديين إسرائيليين، أحدهما برتبة ضابط بالقرب من مدخل قرية كفر نعمة غربية مدينة رام الله. وأوضح رئيس مجلس القرية أن عملية الإعدام للشابين الفلسطينيين وقعت في ساعات الفجر، مرجحا أن ما وقع هو حادث سير جاء بسبب المنعطف الخطير في أحد شوارع القرية. من جانبه أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات بتسريع هدم منازل الشهيدين الفلسطينيين. أفادت تقارير صحفية إسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حذر مؤخراً الحكومة الإسرائيلية من احتمال حدوث تصعيد أمني في الضفة الغربية، وذلك بسبب القرارات المتخذة على خلفية انتخابات الكنيسة المرتقبة. وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن الوضع الاقتصادي السيء في الأراضي المحتلة عقب قرار خصم 0.5 مليار شيكل من عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية قد يرفع من تصعيد الاحتجاجات. شنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات في القدس المحتلة على إثر فتح مصلى باب الرحمة، كما صعدت من استهداف حراس المسجد الأقصى المبارك حيث اعتقلت حارس المسجد. وأعلن مسؤولون في دائرة الأوقاف ومجلس الأوقاف الإسلامية خطوات تصعيدية واعتصاما مع حراس المسجد بعد اعتقال وإبعاد 14 حارسا عن الأقصى. ونصبت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الحواجز العسكرية على الطرقات المؤدية لأبواب المسجد الأقصى المبارك، فيما فرضت تقييدات على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم. اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع نظيره العراقي برهم صالح في العاصمة العراقية بغداد للتباحث حول الوضع السياسي الراهن والمخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى دراسة المصالح المشتركة بين البلدين. ويحقق الشعب الفلسطيني، كما والتقى أبو مازن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وأشاد خلال لقائهما بالمواقف التاريخية والثابتة للعراق في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته. وأطلع الرئيس الفلسطيني رئيس الوزراء العراقي على تطورات الأوضاع في فلسطين وممارسات الاحتلال الإسرائيلي الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني. إن من يشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون الدولي هي الإدارة الأمريكية الحالية، التي أثبتت انحيازها وعدم أهليتها لرعاية المفاوضات بعد أن اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقلت سفارتها إليها وسمحت لإسرائيل بمواصلة نشاطاتها الاستيطانية. مرة تلو الأخرى تبقى قرية الترابين الصانع في النقب بدون مياه، ما يؤدي إلى تغيب الطلاب عن مقاعد الدراسة وتعطيل مصالح السكان إثر انفجار خط المياه الرئيسي الذي يصل إلى القرية. لأن ما في جهاز لإخراج ضغط الهواء أو تنزيل ضغط المية، لأن هيك كل يوم كل أسبوع أسبوعين بيصير انفجار، والشبر العرب على شبر واحد، كل العرب إذا بيصير فيها القرية إذا بيصير فيها انفجار بسكروا كل الشبر، لأني موجود على شبر واحد، كل الشبر ما بيشتغلن ولا واحد بسكر. لا يعقل أن أولادنا يومين في الشهر يغيبوا عن المدرسة من أجل انقطاع المية، مش معقول. لازم يعالجوا المية علاج نهائي، يسووا لها علاج، يشوفوا إيش المشكلة، يغيروا يزبطوا. نحن نعاني معاناة كبيرة جدا، ضعفين في الشهر بيغيبوا مرتين بسبب انقطاع المية. لازم يوجدوا لنا حل لهذه المشكلة. السكان يوجهون أصابع الاتهام إلى المجلس الإقليمي القسوم، حيث يدعون أن المسؤول عن تصليح خطوط المياه لا يقوم بواجبه بصورة مهنية. الشكاوى الجمهور يجب أن تلقى أذنا صاغية،
في مجلس القصوم، ونيابة عن الرئيس أقول أننا منذ اليوم سنقوم بدراسة الوضع هنا، ونتعهد بأن نقوم بزيادة كفاءة المقاول الذي يعمل هنا لإصلاح الانفجارات، وسنكون أذنا صاغية إن شاء الله للمواطنين. رغم أن القرية حديثة العهد، إلا أن البنى التحتية لهذه القرية التي أقيمت على عجل بحاجة إلى ترميم مجدد لتخدم أكثر من 2000 نسمة يعيشون فيها. لكل صورة حكاية هي تسمية هذا المعرض التي أقامته جمعية إنسان للثقافة والتنمية في مدينة القدس، والذي تضمن صور لوحات فنية ورسومات ذات دلالات مليئة بأحداث وحكايات وثقت بأنامل مقدسية فلسطينية. لكل صورة حكاية هو معرض يحتوي على مجموعة من الرسومات واللوحات الفنية من أشخاص مقدسيين في القدس لم يسلط عليهم الضوء من قبل. هناك هدفين للمعرض، الهدف الأول إنه الناس تعرف إنه هون في جمعية موجودة، والهدف الثاني إنه جبنا كل هدول الأشخاص المشاركين في المعرض. طبعا كان المعرض مجاني مقدم إلهم كما كان مقابل إنه الناس تعرفهم ويعرفوا عنهم ويتواصلوا معهم. هذا المعرض يمنح الفنان المقدسي الصاعد منصة لعرض أعماله الفنية كدعم للرياديين من جهة، ولإيصال رسالة للعالم تجسد تعدد مواهب الفلسطينيين من جهة أخرى. احنا اليوم كتير مبسوطين بالمؤتمر هذا، وأجوا كتير ناس وأجوا شافوا وحبوا الشغل، وأنا بتمنى للجمعية كل التوفيق. كل اليوم وشاركتي هنا حبيت أني أثبت فيها وأبين شغلي للمجتمع بشكل عام، ونتمنى من المجتمع أنه يعرفوا شو طبيعة الشغل الأشخاص اللي عندهم ضعف بصر زي بسام وزي كل الأشخاص المشاركين في هذا المعرض، أو يعني أنه إحنا إنا فعاليات في المجتمع مش على المجتمع، إحنا كأشخاص ذوي إعاقة بصرية. لكل صورة حكاية، وحكاية هذه الصور تحمل في طياتها معاني وقصصا كثيرة تنطق بها اللوحات دون كلمات. قال مدير الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يوم الأحد إن بوتفليقة الذي يواجه احتجاجات حاشدة بعد 20 عاما في السلطة سيخوض الانتخابات المقررة في أبريل نيسان. الإعلان الذي تلاه عبد الغني زعلان نيابة عن بوتفليقة قال إن الرئيس تعهد بإجراء انتخابات مبكرة، وقال تلفزيون النهار إن تلك الانتخابات ستجرى خلال عام. أتعهد أنني لن أكون مترشحا فيها. ويرجح أن ينظر إلى التصريحات على أنها محاولة لاسترضاء من خرجوا إلى الشوارع خلال الأيام الماضية للاحتجاج على اعتزام الرئيس ذي 82 عاما البقاء في السلطة، وأيضا للسماح له بترك السلطة بشروطه. لكن بعد ساعات من التصريحات أظهرت لقطات مصورة اندلاع احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة في وقت متأخر يوم الأحد في العاصمة ومدن أخرى. وهذه هي أول تصريحات من جانب بوتفليقة بعد أضخم مظاهرات معارضة في الجزائر منذ انتفاضات الربيع العربي عام 2011 والتي أطاحت بحكام دول مجاورة. وتظاهر 10,000 المحتجين في أنحاء الجزائر طوال الأحد الذي كان آخر مهلة لتقديم طلبات الترشح، مطالبين بوتفليقة بعدم تقديم أوراق ترشحه في الانتخابات المقررة في 18 من أبريل نيسان. ويقول معارضون إن بوتفليقة لم يعد لائقا للنهوض بمهام الرئاسة، مشيرين إلى اعتلال صحته وما يقولون إنه انتشار للفساد وافتقار إلى الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لمعالجة مشكلة البطالة التي يتجاوز معدلها 25% بين الأشخاص دون 30. لكن محللين يقولون إن الحركة الاحتجاجية تفتقر لقيادة وتنظيم في بلد ما زال يهيمن عليه المحاربون القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال عن فرنسا في الفترة من عام 1954 وحتى عام 1962. لأكثر من عام يقضي توني حارس الأمن البالغ من العمر 36 عاما
أيام عطلاته في البحث عن بقايا طعام في أكياس القمامة الملقاة في شوارع حي الأثرياء في العاصمة الفنزويلية كاراكاس. توني فضل عدم الإفصاح عن اسمه كاملاً أو إظهار وجهه خلال اللقاء خشية أن تكتشف زوجته وأطفاله الأربعة مصدر الطعام الذي يجلبه معه إلى المنزل. ويقول توني إن راتبه الشهري الذي يبلغ أقل من 10 دولارات أمريكية لا يكفي لإطعام أسرته، ولهذا يلجأ للقمامة لإيجاد طعام كالبيض والطماطم والبصل وحتى قطع من الدجاج واللحم. وأصبحت الوجبات الغذائية في فنزويلا تفتقر أكثر فأكثر للفيتامينات والبروتينات، حيث تفرض الأزمة الاقتصادية قيوداً على الواردات الغذائية، وفشلت الرواتب في مواكبة التضخم الذي يزيد حالياً على 2% سنوياً. ووفقاً لدراسة نشرت حديثاً أجرتها 3 جامعات حكومية، يعيش 51% من الأسر الفنزويلية في فقر. وأصبح من الشائع رؤية الناس يسيرون خلف شاحنات القمامة ويبحثون في صناديق القمامة عن بقايا طعام خارج مطاعم كاراكاس. استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي بذريعة دهس جنود إسرائيليين. الجيش الإسرائيلي يحذر من تصعيد أمني في الضفة الغربية إثر قرارات الحكومة قبيل الانتخابات. وانقطاع المياه في إحدى قرى النقب يعرقل توجه الطلبة إلى المدارس.